عندي لهفي لمحمود إسا أكتر، بحس عبودي إنه يعني عنده الحنية الكامل، بس الطفل محمود يعني إيش قد ما عطيته حنية وإيش قد ما رعيته بتحسيه إنه ناقصه، يعني أكيد مثله مثل ابني، الحمد لله ما بقصر معهن بأي شيء. من أهله ماتوا بالقصف، في شاب ختيار مسن هو اللي رعاه أول شهر اثنين، إلى من إجا الختيار يعني على منطقتنا لهون وسمعت قصة هذا الولد صار عندي فضول إني أجيب هذا الولد وربي. ليش؟ لأني عندي ولد من جيله طبعا يعني بعمره، حسيت بلهفة كبيرة إني ربي هذا الولد مع ابني، وفعلا طفل وقطعة من قلبي يعني ما بدي أقول لك. اليتيم بتحسي إحساس تجاهه غير، يعني إحساس ما رح أحسن أوصف لك إياه عن جد، يعني أنا عشت الإحساس هذا بس يعني كوني أنا ربيته. طعمي مثل ابني، رضعته مثل ابني، أنا لما جبته كان صغير كتير يعني حفوضات، وأنا اللي رعيته وأنا اللي بدله وأنا اللي طعميه وأنا اللي قمت فيه الأربع سنين لحد الآن، يعني بحس بحنية غير شكل، يعني حنيتي إله ما بحسن أوصف لك إياها.